مرحبا من جديد. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول قمر جاويد باجو رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية والذي يزور البلاد حاليا. تناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. قدم صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس السبت بزيارة منازل الشهداء لكل من الشهيد سليمان محمد الظهوري في منطقة دبل حصن بإمارة الشارقة، والشهيد نادر مبارك عيسى سليمان في منطقة القصيص في دبي، اللذين استشهدا ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، إضافة إلى منزل شهيد الإنسانية في وادي الجور برأس الخيمة جمع محمد عبد الله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي استشهد إثر الجروح التي كان قد أصيب بها نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مقر والي قندهار في أفغانستان. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخر الإمارات واعتزازها بأبنائها الأوفياء الذين يقدمون أروع الأمثلة لقيم البذل والتضحية والانتماء، ويسطرون بمواقفهم المشرفة وأعمالهم الإنسانية في ساحات العز وميادين العطاء صفحات مضيئة تخلد في ذاكرتنا الوطنية وفي تاريخ المنطقة. وأضاف سموه أن مواقف العز والشرف التي جسدها أبناء الوطن الأوفياء بتضحياتهم وأعمالهم الجليلة وهم يؤدون واجبهم الوطني ستظل بإذن الله ماثلة أمام أعيننا، ونستلهم منها القوة والعزيمة والإصرار في مواصلة طريق العز والفخر والوقوف إلى جانب الحق والعدل والتصدي بكل شجاعة وبسالة للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بأبنائها البواسل ستواصل مد يد العون للشقيق والصديق، لأن ديننا وإنسانيتنا ومبادئنا تحثنا على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين، وهذا هو نهج الإمارات الأصيل الذي تسير عليه منذ تأسيسها في العطاء والبذل ونشر الخير. وحيا سموه عمق الروح الوطنية التي تسري في نفوس أبناء الوطن وتلاحم شعب الإمارات واعتزازه وفخره بشهداء الوطن الأبرار، معبرين عن أصالتهم ووفائهم لتلك التضحيات العظيمة ولسير الآباء والأجداد وتاريخهم الحافل بالعطاء والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة. كما وألقت الطفلة مريم ابنة الشهيد سليمان محمد الظهوري كلمة عبرت فيها عن اعتزازها وفخرها بشهادة والدها وشهداء الإمارات من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة. رافق سموه خلال تأدية واجب العزاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي. أيمن مصبح، قناة الظفرة.
استقبل صاحب سمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان اليوم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والتي قدمت للسلام على سموه. اطلع صاحب سمو حاكم عجمان من معالي نورة الكعبي على أهم خطط وبرامج واستراتيجية وأعمال الوزارة التي تعنى بشؤون المجلس الوطني إضافة إلى بحث العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسعادة حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف حمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين. استقبل صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم السيد طارق عبد الحميد حسين قنصلي عام جمهورية مصر العربية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلا لبلاده لدى الدولة. رحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري. افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية فعاليات الدورة 22 من معرض جولفود للأغذية، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والضيافة على مستوى العالم، ويقام على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي. قام سمو بجولة في أرجاء المعرض الذي يشغل كامل مساحات العرض المغطاة والمفتوحة في مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد على أكثر من 1,000,000 قدم مربع، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 90,000 خبير ومتخصص في قطاع الأغذية من 150 دولة. طلع سموه على الجديد الذي تقدمه شركات العارضة هذا العام وعلى تأثير الابتكار العالمي في المشهد الراهن للقطاع الذي يسعى جاهدا لتلبية التحولات الهائلة في التفضيلات والعادات الغذائية للمستهلكين، حيث يكشف المعرض النقاب عن مجموعة واسعة من المفاهيم والمنتجات الجديدة التي تشهد تطورا لافتا في قطاع الأغذية والمشروبات العالمية. أدى جموع المصلين قبل ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الرقيب خالد علي غريب البلوشي أحد جنودنا البواس المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي والتي تقودها المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وشيع المصلون من مسجد الورقة في دبي جثمان شهيد الوطن الرقيب خالد علي غريب البلوشي إلى مثواه الأخير حيث وري الثرى في مقبرة القصيص. الزميل عبد الله الحريبي حضر مراسم التشيع وأجرى عدد من اللقاءات مع ذوي الشهيد. الشهيد خالد علي غريب البلوشي رمزا للقوة، رمزا للشجاعة، فأصبح اليوم بطل من أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة، فلبى النداء وأصبح شهيدا للوطن. فخورين ولا وايد فخر يعني فينا انه استوى شهيد، ونحن موجودين ان شاء الله متى يبقونا نحن مستعدين، واهله كلهم عين فخورين انه شهيد من قبل ابوي يشهد يعني من قبل يعني، ونحن بعد فخورين يعني ونحن كلنا يعني نحن انا واخواني كلنا يعني مشكله يعني لو نفدى للوطن ان شاء الله. هذا فخر لنا كأسرتنا نحن وكعائله البلوشي، وهذا أقل شيء نقدمه لدولة الإمارات، وهذا واجب لنا لكل مواطن نحو دولته. هذا فخر لنا وفخر للعائلة أن أخوي شهيد، فهذا يعني لا شعوريا يعني شيء جميل يعني، يا دوب تتخيل أنت تمشي بشارع وحد يقول لك
هذا أخو الشهيد خالد علي غريب جمعة، فهذا فخر لنا ونحن طال عمرك كيف ما يقولون نحن والعائلة نحن فدى للوطن، والشيوخنا يستاهلون هذا شوي في حقهم، نحن يعني هذا قليل كيف ما يقولون القليل لهم، فإن شاء الله يعني فما أقول الله يرحمه ويغمد روح لينا إن شاء الله ويصبر أهله وعياله. اليوم فخور جدا باستشهاد أبوي في عاصمة الحزم، والله يوفق جميع جنودنا البواسل والله يحفظهم ويردهم لأهاليهم سالمين غانمين يا رب، وإن شاء الله لما بعد سنة ولا سنتين إن شاء الله وأمشي على خطى أبوي. كنا تحت راية الدولة بنموت لأجلها، وإن شاء الله أي شيء يطلبوا منا شيوخنا نحن حاضرين، كنا فخورين بخالي إنه شهيد للوطن. شعور الفخر يطغي على عائلة أبناء البلوشي باستشهاد خالد علي غريب البلوشي ضمن أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة. قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية صباح اليوم، وجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن خالد علي غريب البلوش الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الورقة الثانية في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة واجب العزاء إلى أسرة الشهيد خالد علي غريب البلوشي أحد جنودنا البواسل المشاركين ضمن عملية إعادة الأمل مع قوة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن والذي استشهد خلال أدائه لواجبه الوطني. أعرب معالي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الورقة الثانية في دبي عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا الله العلي القدير يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله اليوم في قصر البحر في العاصمة أبوظبي، استقبلت وفدا من سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة. تم خلال اللقاء استعراض أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث أشارت سموها إلى ما أحرزته المرأة الإماراتية بشكل خاص والمرأة الخليجية بشكل عام من إنجازات ساهمت في دعم النمو الاقتصادي في دول المجلس. نبهت القوات المسلحة الإماراتية الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية حول كورنيش العاصمة أبوظبي نظرا للاستعداد لعروض حصن الاتحاد والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية غير المسبوقة والمزمع إقامتها في 2 مارس المقبل في الساعة 4:30 عصرا. وأعلنت القوات المسلحة أن الدعوة لحضور فعالية حصن الاتحاد عامة، وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في مياه وشواطئ وأجواء كورنيش العاصمة أبوظبي، وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسة داعية الجمهور الكريم للتواجد مبكرا من ضمان توفر المقاعد. إلى اليمن، حيث استعادت قوة الجيش الوطني في اليمن مسنودة بطيران التحالف العربي أولى البلدات الريفية في الساحل الغربي لتهامة اليوم، حيث أكدت مصادر عسكرية ميدانية بأن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تمكنت من استعادة بلدة الزهاري الواقع على مشارف بلدة الخوخة الاستراتيجية. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تتقدم صوب بلدة الخوخة عقب تحريرها لبلدة الزهري الواقع في النطاق الجغرافي للحديدة.
لفتت المصادر إلى تدمير طيران التحالف لأسلحة كبيرة كانت بحوزة الإنقلابيين في البلدة، الأمر الذي مهد طريقة للقوات على الأرض في التقدم صوب الزهري وتحريرها، مشيرة إلى أن العملية القادمة للقوات الحكومية هي تحرير الخوخة ومواصلة العملية نحو تحرير ميناء الحديدة، الهدف الاستراتيجي لعملية الرمح الذهبي. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات طبية تضمنت أدوية ومعدات إلى مستشفى المخاض من سلسلة الأعمال الإنسانية التي يقدمها الهلال لإغاثة المناطق المتضررة من الحرب بصورة عاجلة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. تضمنت المساعدات أدوية خاصة بالأطفال والمواليد وأخرى غذائية، إضافة إلى معدات خاصة بإجراء الفحوصات والمعاينة للحوامل ومواد إسعافية. وقال أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي إن هذه الشحنة من الأدوية والمعدات الطبية لمستشفى المخا هي الثانية ضمن جهود الهيئة لدعم الوضع في المدينة بعد الحرب، وأوضح أن شحنة المساعدات التي سيرها الهلال تحتوي على الأدوية الضرورية التي يحتاجها المواطنون في المدينة. إلى آخر الإغلاقات للسوق المحلية. حالة الطقس، تشهد العاصمة أبو ظبي منذ صباح اليوم وحتى الآن هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، كما وهطلت صباح اليوم أمطار على المنطقة الغربية في العاصمة أبو ظبي وتراوحت أيضا بين الخفيفة والمتوسطة على جميع المنطقة مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة أدت إلى تجمع المياه في بعض الشوارع والمنخفضات. وقد شهدت المنطقة الغربية وضواحيها خلال الساعات الأولى من فجر اليوم أمطارا خفيفة استمرت على فترات متقطعة. هذا وشهدت بعض مناطق الدولة هطول أمطار متفرقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله، وذلك بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. أما الآن إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.